انا عايزه احكي لك سريعا كده، لان امبارح كنت بتفرج وكان في مداخله لاحد الزملاء، يعني كان معايا المتحدث الاعلامي لنادي نهضه بركان، وهو كان راح معاه لبعض النقاط. فمن الحاجات اللي سالها له، يعني قال له يعني هل هناك فرق انت شايف كبير بين الاهلي ونهضه بركان؟ يعني الارقام والتاريخ يقول ده. فقال له انا متفهم، كان رده يعني قال انا متفاهم طبعا، ولكن احنا ما بنشوفش في المباريات دي حاجه اسمها فريق كبير وفريق صغير، احنا على اتم استعداد، واحنا فريق عنده روح التنافسيه وجميع العناصر عنده مستعده. وساله برده قال له هل عندك غيابات او لا؟ قال له انا ما عنديش غيابات، الصفوف عندنا كامله ومعنويات الفريق كله يعني او كلها جيده. فرد عليه الزميل يعني الاعلامي، فكان بيقول له طب معنويات الفريق مرتفعه على اي اساس؟ يعني انتوا الماتشات برضو اللي فاتت ما كنتوش يعني واصلين لمراكز او لنقاط كبيره، ويعني كان بيتكلم معاه بهذا الشان عامه. فقال له ده ملوش علاقه، يعني المباراه دي لا ليها علاقه بالدوري ولا ليها علاقه باي حاجه، اللعيبه مركزه فيها، وحتى لو الاهلي كان هو اللي بيفوز وهو القريب من الفوز يعني في بتكلم على الترتيب في الدوري، فده ملوش علاقه برضو، احنا كمان لعيبتنا نفسيتهم يعني مرتفعه. فواضح ان انا على فكره بالعكس ده يديك يعني ده ما قلقناش، يعني ده المفروض بالعكس ده يدينا دي حاجه، ده طبيعي جدا. تاني حاجه بالعكس ده يدينا كده روح حلوه ان احنا عايزين نشوف فيه تنافس في الملعب. انت في الاول وفي الاخر نادي كبير جدا، انا مش عايز انزل العب اكسب على طول، انا عايز انافس على الارض، وبعدين البطوله تبقى لما تحصل عليها تبقى بتحصل عليها بجد عن استحقاق. خلي بالك النادي الاهلي هو ده المطلوب. النادي الاهلي من زمان على فكره بالذات في المنافسات القاريه بصفه خاصه دايما بتلاقي، حتى لو انت بتلعبي فريق ما يقارنش قوي بالنادي الاهلي، لا انجازاتا ولا تاريخا ولا ثقلا ولا امكانيات ومهارات لاعبين الى اخره، برضو ايه بيبقى الاهلي كالعاده ليه رهبته وليه هيبته. الهيبه دي بقى بتجيب دايما مع مدربين الفرق المنافسه حاجه من اثنين، يا اما عارفه اللي هو طبعا احنا عارفين ان الاهلي كذا كذا وبقيه الكلام اللي من النوع ده بالتحديد، يا اما احنا ما نقلش وخلي بالك احنا حلوين برضو، وبرضو كلام من نفس النوع، فيا كده يا كده.